السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة الصف الأول الابتدائي، برحب بكم يا أولاد. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا متعودين في شغل الكامتازيا كل يوم بنشرح درس جديد. عنوان درس النهاردة القصة الموجهة المغامر سالم، ودي أول قصة عندنا في المنهج المقرر علينا في منهج الترم الثاني، القصة الموجهة المغامر سالم. عنوان درس النهاردة يا ولاد القصة الموجهة المغامر سالم. وزي ما احنا متعودين دايما في القصص الموجهة، ان اي قصة موجهة اخدناها في الترم الاول كنت انا بقرأ القصة في الفصل وكنت انتم بتقرأوا القصة ورايا. فالنهاردة برضو ان شاء الله في القصة بتاعت النهاردة هنقرأ القصة مع بعض، وهنبدأ نستخرج منها المعاني والمفرد والجمع والمضاد وأسئلة وأنشطة وتدريبات مختلفة عليها. نركز مع بعض النهاردة يا ولاد في قصة النهاردة. أنا بقيت طبعا ترحب بكم مرة كمان، أهلا بطلاب الصف الأول الابتدائي. درس النهاردة يا ولاد بعنوان القصة الموجهة المغامر سالم. يعني يا ولاد المغامر سالم؟ ده واحد اسمه سالم، سالم ده شخص مغامر. يعني ايه شخص مغامر؟ هنعرف دلوقتي في المعاني معنى كلمة مغامر، يعني محب للاكتشاف، بيحب يعرف كل حاجة بتحصل. هنشوف المغامر سالم ده هيعمل ايه في قصة النهاردة. القصة، ركز معايا في القصة. يسافر المغامر سالم الى بلاد العالم الواسع، يقابل سالم الناس بوجه باسم، ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. في الهند أكل سالم الطعام الحار، أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا، في لبنان أكل حمصا وزيتا. يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. مرة كمان يا ولاد، القصة الموجهة المغامر سالم. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع، يقابل سالم الناس بوجه باسم، ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. في الهند أكل سالم الطعام الحار، أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا، في لبنان أكل حمصا وزيتا. يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. معنى قصة النهاردة يا أولاد إن في واحد اسمه سالم، سالم ده شخص مغامر، يعني بيحب الاكتشاف، في صفة اللي هو بيحب يسافر إلى بلاد العالم الواسع، بيحب يسافر في كل البلاد. ولما بيقابل الناس في البلاد دي يا ولاد بيقابل الناس بوجه باسم، يعني بوجه ضاحك، دايما بيضحك. ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد، وفي كل بلد بيأكل طعاما مختلف. طب المغامر سالم ده يا ولاد سافر كم بلد؟ سافر ثلاث بلاد. اول بلد سافر فيها كانت الهند، اكل فيها الطعام الحار. تاني بلد سافر فرنسا، اكل الخبز والزبد. تالت بلد سافر فيها لبنان، أكل الحمص والزيت. فسالم من صفته اللي هو بيحب يسافر وفي نفس الوقت يتعرف على أكلات البلد. مرة كمان شرح القصة بتاعت النهاردة يا أولاد، القصة الموجهة المغامر سالم. سالم ده شخص مغامر، بيحب اللي هو يسافر لبلاد العالم الواسع. سالم لما بيقابل الناس، بيقابل الناس بوجه باسم، يعني بوجه ضاحك، وكمان بيأكل طعام مختلف في كل البلاد. سافر ثلاث بلاد، أول بلد كانت الهند أكل فيها الطعام الحار، تاني بلد كانت فرنسا أكل الخبز والزبد، تالت بلد كانت لبنان أكل الحمص والزيت. فسالم شخص بيحب أن يسافر ويتعرف على أكلات البلاد. مرة كمان قصة النهاردة بعنوان القصة الموجهة المغامر سالم. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع، يقابل سالم الناس بوجه باسم، ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. في الهند أكل سالم الطعام الحار، أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا،
في لبنان أكل حمصا وزيتا، يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. يبقى أولاد سالم سافر كم بلد؟ سافر سالم سافر ثلاث بلاد. أول بلد الهند أكل الطعام الحار، تاني بلد فرنسا أكل الخبز والزبد، تالت بلد لبنان أكل الحمص والزيت. دلوقتي هنتناول عنوان جديد بعنوان الكلمة ومعناها. الكلمة ومعناها، معاني الكلمات. معنى كلمة المغامر المحب للاكتشاف ومعرفة كل شيء. معنى المغامر المحب للاكتشاف ومعرفة كل شيء. معنى كلمة باسم ضاحك. معنى كلمة باسم ضاحك. معنى باسم ضاحك. معنى كلمة أكلات أطعمة. معنى كلمة أكلات أطعمة. مرة كمان، معاني الكلمات، الكلمة ومعناها، معنى كلمة المغامر المحب للاكتشاف ومعرفة كل شيء، معنى باسم ضاحك أو بشوش، معنى كلمة أكلات أطعمة، معنى أكلات أطعمة. مرة كمان يا أولاد، معاني الكلمات مهمة جدا نركز عليها، معنى كلمة المغامر المحب للاكتشاف ومعرفة كل شيء، معنى باسم ضاحك أو بشوش، معنى أكلات أطعمة. طب أنا دلوقتي لما أسأل طالب أقول له قول لي كده معنى كلمة المغامر، هيقول لي يا مستر المغامر المحب للاكتشاف ومعرفة كل شيء. أسأل طالب كمان أقول له معنى باسم، يقول لي يا مستر ضاحك أو بشوش. أسأل طالبة أقول لها معنى كلمة أكلات، تقول لي يا مستر معناها أطعمة. طيب بعد المعاني، الكلمة ومضادها. الكلمة ومضادها يعني الكلمة وعكسها. الكلمة وعكسها، مضاد كلمة واسع ضيق، مضاد كلمة واسع ضيق، مضاد كلمة باسم عابس، مضاد كلمة باسم عابس، مضاد كلمة يتعرف يجهل، مضاد كلمة يتعرف يجهل، مضاد كلمة يحب يقرأ، مضاد كلمة يحب يقرأ، مضاد كلمة مختلف متشابه، مضاد كلمة مختلف متشابه. مرة كمان، الكلمة ومضادها. الكلمة ومضادها يعني يا ولادي الكلمة وعكسها. الكلمة وعكسها، عكس كلمة واسع ضيق، عكس كلمة واسع ضيق، عكس كلمة باسم عابس، عكس باسم عابس، مضاد كلمة يتعرف يجهل، مضاد كلمة يتعرف يجهل، مضاد كلمة يحب يقرأ، مضاد كلمة يحب يقرأ، مضاد كلمة مختلف متشابه، مضاد كلمة مختلف متشابه. يبقى أما أسأل طالب أقول له مضاد واسع هيقول لي ضيق، أما أسأل طالبة أقول لها مضاد باسم هتقول لي عابس، أما أسأل طالبة أقول لها مضاد يتعرف هتقول لي يجهل، أما أسأل طالب أقول له مضاد يحب هيقول لي يقرأ، أما أسأل طالب أقول له مضاد مختلف هيقول لي متشابه. الكلمة ومفردها. الكلمة ومفردها، مفرد كلمة بلاد بلد، مفرد كلمة بلاد بلد، مفرد أكلات أكلة، مفرد أكلات أكلة. مرة كمان، الكلمة ومفردها. الكلمة ومفردها، مفرد بلاد بلد، مفرد بلاد بلد، مفرد أكلات أكلة، مفرد أكلات أكلة. الكلمة وجمعها. الكلمة وجمعها، جمع وجه وجوه، جمع وجه وجوه، جمع طعام أطعمة، جمع طعام أطعمة، جمع بلد بلاد، جمع بلد بلاد، جمع المغامر المغامرون، جمع المغامر المغامرون. مرة كمان، الكلمة وجمعها، جمع وجه وجوه، جمع وجه وجوه، جمع طعام أطعمة، جمع طعام أطعمة، جمع بلد بلاد، جمع بلد بلاد، جمع المغامر المغامرون، جمع المغامر المغامرون. أسئلة على القسم. أسئلة على القسم. أول سؤال، إلى أين يسافر المغامر سالم؟ السؤال الأول يا ولد بيقول إلى أين يسافر المغامر سالم؟ إلى
بلاد العالم الواسع، إلى بلاد العالم الواسع. كيف يقابل سالم الناس؟ بوجه باسم، بوجه باسم. ماذا يفعل سالم في كل بلد؟ يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. ما الطعام الذي أكله سالم في الهند؟ أكل في الهند يا أولاد، أكل الطعام الحار، أكل الطعام الحار. مرة كمان أسئلة على القصة. السؤال الأول: إلى أين يسافر المغامر سالم؟ إلى بلاد العالم الواسع. كيف يقابل سالم الناس؟ بوجه باسم. ماذا يفعل سالم في كل بلد؟ يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. السؤال الرابع: ما الطعام الذي أكله سالم في الهند؟ أكل الطعام الحار. مرة كمان: إلى أين يسافر المغامر سالم؟ إلى بلاد العالم الواسع. كيف يقابل سالم الناس؟ بوجه باسم. ماذا يفعل سالم في كل بلد؟ يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. ما الطعام الحار؟ ما الطعام الذي أكله سالم في الهند؟ أكل الطعام الحار. تابع أسئلة على القصة الموجهة المغامر سالم. السؤال الخامس يا ولاد بيقول: ما الطعام الذي أكله في فرنسا؟ أكل في فرنسا إيه؟ أكل خبز وزبد. أكل خبزا وزبدا. السؤال السادس: ما الطعام الذي أكله في لبنان؟ أكل حمصا وزيتا. أكل حمصا وزيتا. السؤال السابع: ما الذي يجب أن يفعله سالم؟ يحب أن يسافر ويتعرف على أكلات البلاد. يبقى السؤال السابع: ما الذي يحب أن يفعله سالم؟ يحب أن يسافر ويتعرف على أكلات البلاد. السؤال الثامن والأخير: أذكر أسماء البلاد التي سافر إليها سالم. الهند، فرنسا، لبنان. طب أكل في الهند الطعام الحار، أكل في فرنسا الخبز والزبد، أكل في لبنان الحمص والزيت. مرة كمان السؤال الخامس يا أولاد بيقول: ما الطعام الذي أكله في فرنسا؟ أكل خبزا وزبدا. أكل خبزا وزبدا. ما الطعام الذي أكله في لبنان؟ أكل حمصا وزيتا. أكل حمصا وزيتا. ما الذي يحب أن يفعله سالم؟ يحب أن يسافر ويتعرف على أكلات البلاد. السؤال ده مهم جدا. ما الذي يحب أن يفعله سالم؟ يحب أن يسافر ويتعرف على أكلات البلاد. أذكر أسماء البلاد التي سافر إليها سالم. الهند، فرنسا، لبنان. الهند، فرنسا، لبنان. سافر ثلاث بلاد: الهند، فرنسا، لبنان. تدريبات على القصة الموجهة المغامر سالم. تدريبات على القصة الموجهة المغامر سالم. اقرأ ثم أجب. اقرأ ثم أجب. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. يقابل سالم الناس بوجه باسم. مرة كمان اقرأ ثم أجب. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. يقابل سالم الناس بوجه باسم. استخرج من الفقرة معنى كلمة باسم. ضاحك، حزين، نشيط. معنى كلمة باسم ضاحك. معنى كلمة باسم ضاحك. جمع كلمة طعام: شراب، أطعمة، سفر. جمع طعام: أطعمة. جمع طعام: أطعمة. مفرد بلاد: حديقة، بلد، ولد. مفرد بلاد: بلد. مفرد بلاد: بلد. مضاد: يحب، يقرأ، يلعب، يغني. مضاد: يحب، يقرأ. مضاد: يحب، يقرأ. كيف يقابل سالم الناس؟ يقابل سالم الناس بوجه باسم. يقابل سالم الناس بوجه باسم. ماذا أكل سالم في الهند؟ أكل في الهند الطعام الحار. أكل في الهند الطعام الحار. مرة كمان اقرأ ثم أجب. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. يقابل سالم الناس بوجه باسم. معنى باسم ضاحك. جمع طعام أطعمة. مفرد بلاد بلد. مضاد يحب يقرأ. مضاد يحب يقرأ. كيف يقابل سالم الناس؟ يقابل سالم الناس بوجه باسم.
ماذا أكل سالم في الهند؟ أكلت في الهند الطعام الحار. تابع تدريبات على القصة الموجهة المغامر سالم. تابع تدريبات على القصة الموجهة المغامر سالم. أكمل ما يأتي. يقابل سالم الناس بوجه باسم. يقابل سالم الناس بوجه باسم. في الهند أكل سالم الطعام الحار. في الهند أكل سالم الطعام الحار. في فرنسا أكل سالم خبزا وزبدا. في فرنسا أكل سالم خبزا وزبدا. في لبنان أكل حمصا وزيتا. في لبنان أكل حمصا وزيتا. تابع تدريبات على القصة الموجهة المغامر سالم. اختر الكلمة المناسبة. السؤال ده يا ولاد الله في الاختيارات كلمتين، كلمة صح والكلمة التانية غلط، هنختار طبعا الكلمة الصح. في الهند أكل باسم الطعام الحار ولا الطعام الطعام؟ أكل باسم الطعام الحار. يقابل سالم الناس بوجه باسم ولا بوجه عابس؟ يقابل سالم الناس بوجه باسم. يسافر سالم نقد بلاد العالم الواسع، في بلاد العالم الواسع ولا إلى بلاد العالم الواسع؟ يسافر سالم إلى بلاد العالم الواسع. سالم نقط السفر، سالم يحب السفر ولا سالم يكره السفر؟ سالم يحب السفر. سالم يحب السفر. يسافر نقط سالم، يسافر الطفل سالم ولا يسافر المغامر سالم؟ يسافر المغامر سالم. يأكل نقط مختلفا، يأكل طعاما مختلفا ولا يأكل شرابا مختلفا؟ يأكل طعاما مختلفا. السؤال كمان مرة يا أولاد. تابع أنشطة وتدريبات على القصة الموجهة المغامر سالم. اختر الكلمة المناسبة. في الهند أكل باسم الطعام الحار. يقابل سالم الناس بوجه باسم. يسافر سالم إلى بلاد العالم الواسع. سالم يحب السفر. يسافر المغامر سالم. يأكل طعاما مختلفا. كده يا أولاد النهاردة انتهينا من درس النهاردة اللي هو القصة الموجهة المغامر سالم، ودي كانت أول قصة من القصص الموجهة. لسه عندنا القصة الموجهة أصل الكتابة، والقصة الموجهة السر، والقصة الموجهة صداقتنا أهم. إن شاء الله هنشرحهم في المرات اللي جاية بإذن الله مع المفرد والجمع والمعاني والمضاد والأسئلة والأنشطة والتدريبات عليها. أشوفكم بخير يا أولاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.